مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. عم طل عليكم اليوم انا محمد كندو من خلال قناة طوني البايع التوجيهية. اليوم ان شاء الله راح نبين الفرق بين الاذان في بعض الدول العربية. راح نبين لكم الفرق. راح نبدا من اذان السعودية مكة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ننتقل من اذان السعودية لاذان الاردن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ننتقل من أذان الأردن لأذان سوريا. الله أكبر الله أكبر. ومن أذان سوريا لأذان مصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لهون بنكون خلصنا فقرتنا اليوم. لا تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب لقناة الأستاذ طوني ولا أيضا قناتي الخاصة. شكرا كتير لكم ورمضان مبارك.